ولكن البداية من مكان يدعى بيتي, A Place Called Home, وهو معرض لتصاميم منزلية عصرية في ترافالغر سكوير في لندن في إطار أسبوع لندن للتصاميم المنزلية. نحن في ترافالغر سكوير في واحدة من فعاليات مهرجان لندن للتصاميم. ينظم هذا المهرجان في دورته 12 على التوالي, والهدف هو عرض تصاميم من مختلف أرجاء العالم. ويخصص المهرجان أسبوعاً كاملاً للاحتفال بالأفكار الإبداعية والمتميزة هنا في لندن. هذا المشروع هنا يعرف بمكان يدعى بيتي أو A Place Called Home, ويعرض فيه أربعة مصممين أعمالهم التي تعكس مفهومهم للبيت. وقد يجد الكثير من الزوار صلة مع ما هو معروض, أو أنهم قد يكتفون بالاستمتاع بالتصاميم. أحد هذه التصاميم هو المصمم جاسبر موريسون, وهو بيت لمربي الحمام. والمعروف بأن ترافالغر سكوير أو ساحة الطرف الأغر تعج دائما بالحمام, فتلاحظ في داخل البيت لوحات مصورة لحمام وكتبا عن الحمام وصندوقا صغيرا كمخبأ للحمام, كل ذلك لإضفاء البهجة وأعطاء فكرة عن البيت المثالي في حال كنت من عشاق تربية الحمام. Another house by Ilse Crawford. والبيت الآخر هو المصممة إلز كروفورد, وهي صممت هذا المكان لتعكس معنى البيت لكل شخص منا, فستلمس فيه كل الأشياء التي تجدها في كل بيت, مثل صوت أبريق الشاي وحركة السكان على الدرج وصوت سقوط رسائل البريد على الأرض وصوت المفتاح في الباب وأشياء من هذا القبيل. كما عرضت داخل البيت فيلما يوثق مفهوم البيت للأفراد كمكان للراحة والتصرف بعفوية. قدم فريق من المصممين يدعى Paternity مفهوم بيئة البيت وأحضروه إلى هذه الساحة, وذلك من خلال النظر بالعدسة الكبيرة التي تعكس صورة المتفرج داخل التصميم كرمز البيت الأكبر المقصود به هنا لندن. واستمتع زوار المعرض بالتقاط صورهم. والبيت الآخر هو لفريق يدعى Raw Edges, وفكرة البيت هي استغلال المساحة الصغيرة لأكثر من غرض, فتجد فيه غرفة النوم وغرفة الجلوس والحمام والمطبخ, وتجد الأبواب تفتح وتغلق لتقودك للغرف المختلفة. ولقي هذا المشروع إعجاب الكثيرين من سكان لندن الذين يقطنون في بيوت صغيرة جدا, وقد أعجب الزوار بهذه الفكرة. ميزة هذا المهرجان هو تشجيع الناس على مفهوم التصاميم وإدراك أنها موجودة في كل مكان حولنا كالقلم أو المفتاح, فهذه الأشياء البسيطة صممت من قبل أشخاص ولم تأتي بمحض الصدفة, وبالتالي يدركون مصدر التصاميم. ويجد فيه صغار السن مصدر إلهام لاحتراف مهنة التصميم, كما يساعد الكثيرين على اتخاذ قرارات في اختياراتهم للتصاميم. Design is
التصميم عامل حيوي جدا في حياتنا اليومية للقيام بالأشياء بطرق مثالية. ففي تاريخ تطورنا البشري عايشنا التصاميم في بيوتنا وفي الأشياء الصغيرة التي نستخدمها، فعلينا الاحتفاء بذلك ليس فقط كفن ولكن كأسلوب حياة.